مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقاء جديد من لقاءات سوبر هاتريك اللي هنحاول فيها نحقق اللقب، لقب السوبر هاتريك اللي بيقدر يحقق 4 أهداف في نفس المباراة، وده اللي هنحاول نعمله لو قدرنا نقدم وصفات أصح ألذ أوفر أسرع. النهاردة في عندنا فتة شاورما الدجاج، وعندنا كمان سلطة الزبادي لايت. علشان ما نضيعش وقت نخش على الشغل على طول، عشان أعمل فتة شاورما الدجاج أنا محتاج فراخ، صدور فراخ فيليه، وتبقى متقطعة بسمك وسط، لا رفيعة ولا تخينة. أول حاجة هعملها على طول إن أنا هتبل صدور الفراخ اللي عندي. صدور الفراخ أنا محتاجة أتبلها بالزبادي، فأنا محتاج 1 كوباية زبادي تقريبا. طبعا بما إن زبادي وفي برنامجي يبقى زبادي إيه؟ لايت بالظبط كده. دي 1 كوباية وشوية، طبعا مش مشكلة. الزبادي من الحاجات اللي بيدي طعم ريتش قوي وغني جدا للتتبيله. في عندي بقى مجموعه من التوابل الجافه في الوصفه بتاعتي. في عندنا بودره ثوم، هاخد معلقه صغيره كده. في عندي بودره بصل، هاخد برده معلقه صغيره كده. عندنا جوزة الطيب مبشور، برضو هياخد يعني 1/2 معلقة لربع عشان ما يمررش كده. في عندي كزبرة ناشفة، هاخد معلقة صغيرة كده. وتوابل الفراخ برضو هاخد معلقة الا ربع، 1/2 معلقة برضو، ما بحبش اكتر قوي علشان اخاف الحاجات دي تمرر. وهناخد معلقه كبيره نعناع ناشف، تمام؟ فمعلقه كبيره بقيمه 2 معلقة صغيرين تقريبا يعني، يبقى كده. وعندنا بقى ملح، يعني مش كتر قوي، فلفل، قرفة تقريبا 1 معلقة صغيرة، كده زي ما احنا شايفين. هبدأ دلوقتي، معلش هجيب بس طبق عشان نحط عليه الحاجات اللي هنستخدمها، واروق كده الدنيا. راح الفتفتة اللي انا عملتها دي، نبدأ دلوقتي نخلط بقى كل المكونات اللي عندنا كويس مع الفراخ، يعني هما موجودين على الوش كلهم، فممكن نخلطهم كده سريعا، ونبدأ بقى ايه نقلبهم مع الفراخ كويس. عايزين نتأكد ان كل جزء في الفراخ وصل لها التتبيلة بتاعتنا. طبعا انا مش محتاج اقول لكم انه لما بننقع فراخ في تتبيله، فيعني من المستحسن ان احنا نسيبها 1/2 ساعة، نسيبها 1 ساعة في الثلاجه. وفي وصفات ما بنحتاجش قوي نسيبها، يعني دي من الوصفات اللي ممكن بعد ما نتبل على طول نبدا الطهي، لكن هيبقى من المستحسن ان احنا نسيب الفراخ شويه تشرب من التتبيله اكتر علشان الطعم يبقى مركز في الفراخ. فراخ من الحاجات اللي بتاخد طعم اي حاجة بتتحط عليها بسرعة. بقلب كده، كده انا بطمن ان كل جزء من صدور الفراخ الفيليه اللي عندي وصلته التتبيلة كده. هبدأ دلوقتي وانا بخلط افتح النار على الوك، نعمل كده عشان ما يحكوش في الرؤية لغاية ما نحتاجه، ونكمل. هحط في الوك ما قيمته 2 أو 3 معالق زيت نباتي، اي زيت نباتي هيبقى تمام، زيت عباد الشمس تمام، زيت صويا يبقى هايل، وانا كنت بتكلم كتير قوي عن فوائد زيت الصويا في حلقات قبل كده. زيت الذرة برضو شغال،
بس يعني عباد الشمس الصويا هيبقى لطيف. هقلب كويس واستنى الزيت اللي عندي يسخن. اول حاجة بعملها اول ما الزيت يسخن، طبعا المفروض المنطقي ان انا بنزل البصل، لكن انا هنزل الفراخ الاول، لان البصل هنا انا مش محتاج انه يتحرق او مش عاوزه يتحمص، ولو فضل على النار من اول ما هينزل لغاية تم الفراخ تخلص سواها لونه هيغير، لكن انا عاوز احس بالبصل شوية. فعلى عكس ما هو معتاد ومتبع انا هنزل البصل الاول، انا اسف هنزل الفراخ الاول كده. متهيألي خلاص هبدأ دلوقتي انزل بقى الفراخ واحدة واحدة. متهيألي كده الزيت تمام وسخن، لسه عايز الزيت يشد شوية على النار. الوك ده لانه جداره سميك شوية، فعلى ما الحرارة بتوصل وبيبدأ الزيت يتفاعل بياخد وقت شوية، لكن لو احنا هنحمر في حاجة ارفع الزيت هيسخن اسرع من كده طبعا. ابدأ ارص قطعة الفراخ كده زي ما احنا شايفين. طريقة جديدة بنعمل بيها الفراخ، عايزين نغير يا جماعة في الطرق بتاعتنا، وخاصة لو عندنا أولاد اللي هم يعني مش مشجعيننا قوي في الأكل. عارفين انتوا الأطفال اللي هم على طول معترضين وعلى طول من الأكل مش عاجبهم وعلى طول مش عاوزين ياكلوا الحاجات دي، فبتهيألي لو احنا حاولنا ننوع في طرق الأكل وفي شكل الأكل وفي طعمه، مين عارف يعني ربنا يصلح الحال ويفتحوا نفسنا وياكلوا. تمام، حط كده بقى عندي قطعتين، هي قطعة واحدة حطها كده، ودي بقى الفراخ فرصتها في انها ايه تتحمر كويس من الوش ومن الظهر. دلوقتي هيتبقى عندي ان انا انزل البصل على الفراخ، بس علشان نوفر في الوقت ففي حاجة مهمة جدا احنا بنقول فتة شاورمة الدجاج. فتة يبقى لازم في صوص بقى هينزل كده، صوص الفتة يعني هينزل على الفراخ وعلى العيش المحمص. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا في عندي في الوصفه دي عيش محمص، بجيب طبعا عيش على قد الكميه، انا مش هقدر اقول لكم بالظبط قد ايه، لكن بجيب العيش اللبناني وبقطعه مكعبات صغيره او مثلثات اللي انتوا عاوزينه، وبنحمصه في الفرن. في ناس بتحب تحمصه مع زيت زيتون او بزيت عموما عادي، ده بيبقى يعني تمام. بس في الفته انا يعني افضل ما نزودش في الزيوت وفي الحاجات دي، لان هي الفته اوريدي يعني تبقى تقيلة شوية، بس الفتة بتاعتنا مش هتبقى تقيلة لأن مكوناتنا كلها لايت، وأنا عامل بزيت نباتي أهو خفيف خالص. الصوص بقى بتاع الفتة، عايز بس إيه أبدأ أقلب قطع الفراخ كده. الصوص بتاع الفتة أنا هحضره في بولة لوحده خالص وهضيفه في النهاية زي ما احنا شايفين كده. شايفين الفراخ شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ موضوع مختلف تماما، ده اللي احنا عاوزين نعمله، عاوزين نقدم اكلنا بشكل مختلف. والريحه عاوز اقول لكم الزبادي مع النعناع مع التوابل الريحه قلق قلق بجد. يعني هجيب بوله وهحط ما مقداره 4 علب زبادي تاني، والزبادي اللي انا بستخدمه طبعا بيكون زبادي لايت اهو زي ما احنا شايفين. امسح بس عشان ايه ما نوسخش الدنيا.
كده. وهحتاج الزبادي اللي فاضل ده في سلطه الزبادي اللايت. هحتاج حوالي 250 جرام طحينه. دي في الطحينه اللي عندي كده. ده هيبقى الصوص بتاع الفته. هحتاج لثوم، معلقه صغيره ثوم مفروم كده، ممكن ازود شويه صغيره كده. هحتاج لثلاث معالق كبيره خل، واحد اثنين ثلاثة كده. نبقى حطينا كام حاجة في الصوص بتاعنا. حطينا زبادي، حطينا طحينة، حطينا ثوم، حطينا خل، وهنحط الملح والفلفل. طبعا ملح وفلفل برضو مش عايز اكتر قوي. هنتبل كده، وادي الفلفل. كده وهنبدا نقلب. نقلب كويس جدا. حاجه جميله، زبادي، طحينه، خل، ثوم. دلوقتي هنزل بالبصل على الفراخ. ده الميعاد اللي انزل فيه بالبصل. كده الفراخ بدات تستوي والبصل كده مش هيتحرق. تمام. وابدأ أقلب كده، أضمن إن البصل بتاعي مش هيتحرق وهيحتفظ بشكله. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع مع بعض علشان نكمل الوصفة بتاعتنا، فتة شاورمة الدجاج، ونشوف كمان إزاي هنعمل الزبادي أو سلطة الزبادي اللايت. ما تروحوش في حتة، وإيديكوا وريموتكم.